هذا يتيم اسمه صديق كنن، عمره سنتين عندما نيوتريشن وزنته وجدت ان وزنه 44% من الوزن الطبيعي. انا اعلم كاخصائي غاثه ان ما في امل يعيش. الوجبه الواحده تكلفني 16 هلله، فقلت انا اخون الامانه لو صرفت 16 هلله عليه كل يوم، فقلت ما في الا ادفع من جيبي او جيب اولادي المبلغ حتى الله ما يحاسبني عليه يوم القيامه. ونسيت الموضوع. بعد 12 سنه ارسلوا لي صورته، صديق كنان حافظ القران كله، عمره ما شاف مصحف، يتعلم على اللوح هذا.